launched a sustained offensive on the Gaza Strip. 3 weeks later, Israel bombed Gaza's only power station, which supplied about a third of the territory's electricity. This film, made in 2012, is about the poor state of the power supply in Gaza before these attacks, and its detrimental effect on the lives of Palestinians here. عليكم فصل يا عم ايش مالك؟ بابي طب ايش اعمل لك انا؟ الله يمسيكم بالخير الله يمسيكم بالخير فايدة يلا عليك عليك الله اكبر دبر حالك شغل لك مولد ايش اعمل لك؟ عم عليك دور تضوي يعني مش حكاية دور حكاية انه تبارك هذا يا حج احنا عبد المأمور افصل بنفصل حمل بنحمل ابو احنا وين نروح يا سيدي ايش نعمل طب انا بتشكي لي همك ايش لي همك ما انت تيجي تدفعها طب انا ايش اعمل يعني ايش تعمل انا وظيفتي اقطعها يعني لو انت كنت موظف محلي حيقولوا لك اقطعها لو انت وانا باجي بقطعها بنص عندك 60 رغيف 70 رغيف ترضى لي ما بترضاش مش شغل هذا ولا كان عمره عمل هذا ايش بدي اعمل لك بقول لك ولادي المدارس صار يصرفوا ولا واحد لا بيعرف يقرا ولا واحد بيعرف يكتب لقيته والتغسيل كله هيدو والغسيل كله هيدو على الكهرباء حياتنا كلها هيدو على الكهرباء طب ايش اعمل ابطل حيجيب واحد غيري حيجيب واحد غيري يفصل عنك يعني تبطل ولا هي حاجة الله ما في برضو انت لازم تشكي برضو تحكي ما انا بشكي زيك يعني بتقطع عني زي زيك زي ما بتقطع عني يا بني يا حبيبي يا بني أنا إنسان بيكرهوني الناس في نفس الوقت اللي بيحبوني فيه بيكرهوني لما أفصل عنهم الكهرباء وبيحبوني لما أجيب لهم الكهرباء بس في النهاية أنا إنسان أنا إنسان عادي زي أي إنسان تاني إلي اسم وإلي عيلة أنا عبد العزيز أبو صفية موظف في شركة الكهرباء بشتغل في مهنة غريبة جدا مهنة مش موجودة إلا في غزة في كل العالم مش موجودة هذه المهنة إلا في غزة وظيفتي أقطع الكهرباء عن الناس ووصل لهم الكهرباء بقطع الكهرباء عن كل مواطن كل يوم بأقل تعديل 8 ساعات كل لحظة ثلث سكان قطاع غزة مقطوع عنهم The Palestinians in Gaza have experienced heavy bombing in recent weeks, but they've been under siege for years. Israel occupied Gaza in 1967. Although its forces withdrew in 2005, they've maintained a blockade on the territory ever since. So even when not under direct attack, the 1.8 million Palestinians in Gaza suffer poverty and depend heavily on aid. The blockade has prevented the reconstruction of Gaza's infrastructure, badly damaged in Israel's successive military assaults. The problems faced by Sabah Barakat and her husband are common to many. احنا الحين هم هدموا لنا بيتنا ودمرونا من بيت كان مكون من 3 طوابق في كل مقومات الحياه الانسان يعيشها بحياه كريمه
وعيشونا في نيلون، عيشونا في بهدلة، وفوق هيك ملاحقيننا ومبهدليننا في الـ في الـ في الكهرب، في الحصار على غزة، في كل مقاومات الحياة، حتى في الحم. لما بصير عندنا الحم هنا ما بنتحملش الحم، وبنشرد وبنقعد برا في الخلا. المراوح انحرقن 4 مراوح السنة عندنا من كتر الحم الموجود عندنا في النيلون. والثلاجة قبل هيك حرق مطورها برضو مع عملية الحم. يعني ملاحقيننا في كل شيء، مش عارفين حتى جزء من الكرامة هالقد نعيش فيها. والحين في الشتاء والسقعة الواحد كيف بده يعيش جوا هالنيلون وكله زي الثلج، بيبقى لا دفاية ولا حاجة، الكهرب قاطع دائما، لا في حاجة نتدفى فيها، ما لناش إلا نولع لنا شوية حطب ونقعد نتدفى عليها. بدنا نيجي نعملنا أي شغلة، كل حاجة اقرأها الجدول، شوفن يا بنات الساعة قديش علينا قطعة كهرب، خلينا نعرف نشتغل الشغلة. كل الحين على الجداول صرنا، الحياة صارت كلها صعبة وصعبة. بنتفاجأ بنلاقي أصلا الكهرب قاطع والجدول مش نفس على توقيت الجدول كمان. والواحد لا ملاحق شمع ولا ملاحق حطب ولا ملاحق ولا حاجة. الحياة كلها صارت صعبة، مادية ومعنوية وكل شيء. ونفسيا الحياة صعبة خالص صارت. في حطب ولا نجيب حطب؟ في حطب؟ عوقناك عن شغلك يوم اليوم. معلش معلش، لما نخلص خبيز بعدين نبقى نشتغل على كيفنا. كيف بدك تغسلي والكهرباء قاطعة؟ أنا ايش بدنا نسوي؟ نسلك حالنا كيف ما كان. الحين بدك تروح تخلص معي وتروح تغسل ايدك لسه؟ بهمش، اغسل ايدي عبال ما ربنا يفرجها علينا. نخبز على الطين احسن ما نعوز حدا. الواحد مرتاح كان على هالطنجرة. لا لا لا، الكهرب وخبز و والله الواحد بسل الشاطر بسلك حاله بأي حاجة. بصير اقبع ورمي. أقبع ورمي. Many women such as Sabah Barakat resort to cooking and baking on firewood in order to preserve the little gas they have. Gaza's electricity sector remains deficient. Israel refuses to allow in the spare parts needed to rebuild the broken down infrastructure. Limited amounts of fuel reach Gaza from Israel and Egypt, but it's well below even the bare minimum required. محطة الكهرباء اللي في خلفنا هي محطة الكهرباء الوحيدة والرئيسية اللي بتعطينا حوالي 75 ل 80 ميجا، في حين احتياج قطاع غزة حوالي 300 ميجا، اي بتمدنا حوالي 25% من احتياجاتنا. محطة التوليد ضربت في شهر 6/2006 وتوقفت عن العمل تماما بسبب العدوان الإسرائيلي اللي استهدف قصف محطة التحويل في داخل المحطة. مصادر الطاقة المتبقية هو عندنا مصدرين آخرين، مصدر من مصر جمهورية مصر العربية حوالي 17 ميجا يعطي جزء من رفح، و120 ميجا من الجانب الإسرائيلي. احنا بنعيش في أزمة وندير أزمة طاقة الكهربائية حاليا، لأنه نسبة العجز تجاوزت 30%. الاحتلال اعتبر الكهرباء أداة حرب في يده، يعني أول ما خطف شريط في 2006 قام بقصف محطة تحويل الكهرباء بالكامل وقطع الكهرباء 100% من محطة توليد الكهرباء. إذن هو في الأساس يعني داخل يعني في قطاع الكهرباء كنوع من انواع العقاب. معظم الخطوط الاسرائيليه المغذاه من الجانب الاسرائيلي في الاجتياحات الاسرائيليه وفي الحرب اول ما يستهدف في هذا الامر، واخر ما يقدم له صيانه ايضا من جهه الاحتلال الاسرائيلي. هناك خط من خطوط العشرة الاسرائيليه له 8 ايام مقطوع، كل الاتصالات لا حياه لمن تنادي. لم يصلحوا هذا الخط،
هذا زاد نسبة العجز والأعباء، بالإضافة لأن إجت فترة كان الوقود، دخول الوقود إلى المحطة التوليد كان صعوبة، كان هناك حصة بعد جهد جهيد كانوا يدونا لتشغيل وحدتين فقط، وعدم الوحدة الثالثة من التشغيل بسبب العجز أو تحديد كمية الوقود من الجانب الإسرائيلي. قطع غيار المحطة لغاية الآن هناك مشاكل في إدخال قطع الغيار لمحطة التوليد من الجانب الإسرائيلي أيضا. يعني الظروف الطبيعية هنا بالإضافة للاحتلال الإسرائيلي، كل هذه سبب الأزمة اللي احنا بنعيشها حاليا. الناس صاروا من كثر ما تعودوا على جدول الكهرباء يعتبروا انه اذا الجدول ماشي صح الامور 100%، لانهم غلابه. روح اجري هنا هي. يا الله كل يوم كهرباء، نطلع على الدرج. كل يوم بيقطع الكهرباء. امشي بشوشي انا عشان ما تتعبش. Even in times of relative peace, electricity is precious and daily power cuts create extra hardship. يلا لو وصلنا الثاني. جدول الكهرباء باستمرار بتغير. كل يوم بيغيروا الجدول مرة ثانية. يوم تقطع الصبح بيكون معادها بيجيبوها وبيقطعوها علينا بالليل. يوم بالعكس. مدرستنا كلها واقفة على الكهرباء. بروح من الشغل كمان الكهرباء قاطعة، بضطر اطلع الدرج. بدنا نطلع اي مشوار متأيدين بالكهرباء. اذا الكهرباء جاية هينا طلعنا، اذا الكهرباء قاطعة مش هنقدر نطلع عشان قطعة الدرج واحنا مروحين. يلا هينا هينا وصلنا الطابق الثالث. طبعا اصعب اشي لو حدا بده يجي علينا على البيت. لازم ناخد معاد مسبق، وإذا قطعت الكهرباء فجأة حنضطر نلغي المواعيد مرة تانية. تحمليني؟ والله مش أحمل حالي. يلا هنا وصلنا، وصلنا خلاص. هنا وصلنا الطبق السابع. بس يا توتة هي تعبانة من الدرج، سيبكي منها. وصلنا أخيرا. شيلوا شباشبكم. توتا اطلعي ماما ادود الشاحن. حاضر. أنوس لسه هلا بدنا نصلي. طيب ارتاح شوية. شوفي شمعة، جيبي لي القداحة بضوي الضوء. ودراسة الأولاد أيام بيبقى عندهم امتحانات ودراسة متأخرة، بنضطر إنه نضوي طبعا شمعة ونضوي أي شيء عشان نقدر إنه ندرس نكمل دراستنا. يلا اللي ضل عليه حاجة اللي بدها دراسة يجيب لي شمعة. خذي عشان تشوفي. يعني أنت شايفة إشي من غير الكشاف؟ لا. Power cuts mean children are experiencing prolonged periods of darkness at a time when they have to study. Often there's no option but to do their homework by gas lamp or candlelight. Palestinian school children in Gaza face enough of a challenge, with frequent disruptions due to Israeli raids, poor school infrastructure, and overcrowding in classrooms. The lack of electricity is an additional hardship that risks hindering the right to an education. خط عمودي زي الواحد الصغير.
لا غلط. وهذه حط لها نقطة تركيا. أيوة كمان. هاي ماما. يلا زي ما قلت لك تكتبي. نزل الخط لتحت كده على السطر وامشي كده. حطي على البرنامج. أخيرا. شوية خذي وهذه. أنا تمشي كده على السطر وتطلع. يلا حبيبي. الإنسان اللي بيعيش في غزة مش إنسان مرفه، يعني مش كل شيء عمالها موجودة عنده وهي إجته بس الكهرباء. لا، هو أساساً يعني عندنا لو نظرنا لمشكلة الدواء، عنده مشكلة في المشاكل الصحية والدوائية غير متوفرة، مصدر رزق ما عندوش، المشاريع الاقتصادية كلها متوقفة وكلها، وفوق كل ذلك بنقص عليه عيشته، ما فيش عنده كمان كهرباء. يعني لو سألت أي مواطن ماشي في الشارع قول له إيش مشكلتك، قول لك الكهرباء، قول له إيش عندك، قول لك الكهرباء، حل لي بس مشكلة الكهرباء. أنا مش قادر أعيش في البرد، أنا مش قادر يعني تلاجة الأسكيمو قال مش عارف إيش، السوبر ماركت كل بتاع عملها بتفسد، فيش كهرباء. تخلص يا راجل داخل يا ما يساقع أتحمل في أحسن ما تنطق من الغير. أفنان داخل يا ما يساقع اتحمل في احسن ما تنطق من الغير. افنان والله امبارح الاخبار قالوا مزيد عدد ساعات القطر 8 8 8 ولا الكهرباء 8 كويس، يعني عشان اقتصادنا ما شاء الله يعني تمام. يعني هذيك قطعه ساعتين بيقطعوا بالضبط، بقول لك 12 10 ساعات قطع، 10 ساعات قطع. وهي جاي وهي جابتك 5000 مرة، وهي جاي وهي قاطعة ولا مرة بتيجي. بعدين قالوا عجز، جيب لك كهرباء من ليبيا من مصر عرفيشو، مع ان كل الدول العربية مش عارف بدنا كهرباء غزة. هو ببلاش دم يجيبوه، مش دم يخصم على الناس عشان يجيبوه؟ ما بيخصموا. بعدين اغلى كهرباء عندنا في قطاع غزة. اغلى كهرباء، يعني عندنا الدول في الدول العربية ظلت تسحب طول عشان تدفعش بالنسبة لنا تحول العملة يعني 20 شيكل. احنا بنطلع 300 شيكل 400 شيكل، يعني شهرية موظف. السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير يا جماعه، الله يخليك. كيف اخباركم؟ تعال تعال عندي ان شاء الله مبسوطين. كيف استقربنا يا حي الله لو سهلا. كيف حالك يا ابو علي؟ كيف انت يا ابو علي؟ كيف انت؟ والله يمسيكم بالخير يا حاج، الله يسعدك. الله يمسيكم بالخير يا جماعه. كيف حالك؟ والله الحمد لله رب العالمين. الله يجزاكم منور. والله الله بنوركم يا عم، بنوركم. طفينا الكهرباء جيت تنورت. لا والله احنا طب انا شردت عندكم عشان الكهرباء طافه في الدار، قلت بدي اروح اقعد اتدفى مع حمرات معكم. يا حياك يا حياك. احنا تعرف اتفقنا ايش؟ اللي يتجوز ياخذنا مطور شبكه. يعني؟ ولا بدك تضوي عشان تشوف العروس انت؟ نضوي، بعدين نقول له شبكه شبكه. لا تكون بدك تضوي عشان تشوفها قبل ما انت رايح تخطب لسه. يمكن يطلع كتف المطور في ايدك. معقول؟ والله ما يبعيد. برضه بتصير ممكن. انا كنت اشوف العروس. لا تصعبوها على العزيز. طب خذ لك كشاف وخلص. لا انا بقول كشاف غشك. Amid the adversity, there is humor. But beyond the jokes, the situation for these people is dire. In a report on the Palestinian occupied territory published in August 2012, the United Nations warned the Gaza Strip will not be livable by the year 2020. Only urgent action to improve infrastructure, like the electricity and the water sector, can prevent such a drastic scenario, according to the United Nations. ريح حاله مش قادر يخلص. روح على الكهرباء. قلنا اي كهرباء؟ في كهرباء. اي كهرباء؟ وين الكهرباء تسخن؟ نتكلم معاك. وين الكهرباء تسخن لها؟ شو اصلا انت؟ اصلا انت بقطعش عندك اليوم بشكل يومي. هاي المشكله اللي بنعاني منها احنا، هو بقطعش عندنا مثلا من الساعه 2 للساعه 12 بشكل يومي. هو مره بقطع على 12، مرة بتلاقي قطع على التنتين، مرة بتلاقي قطع على الوحدة، يعني مش كل المواعيد، مش مواعيد متنظمة يعني. هذا مشكلة. يومين. ها يومين ورا بعض في الليل. حلوها. يا بقطعوها من الأصل، ما يجيبوا لنا جاب المواد. عشان الواحد يجي وظيفته. خلاص الواحد أنت أقلم على أنه في قطع كهرباء خالص. عملوا لنا برنامج سابق. ما هو يا بيحلوها على طول.
يا بقطعوها على طول. كيف بدهم يحلوها؟ عندنا برنامج دبر حالها. يعني المهم كيف بدهم يحلوها؟ زي ما عندنا مشكله صار واحنا لو بدنا نروح نجري نحلها. طيب مش احنا مسائل. طيب احنا مش عايشين في البلد زي كل الناس. طيب ايش نسوي؟ ايش نجري يعني؟ نطربك وراهم ونطربك نعمل واحد. هاي جارنا. اكسجين اكسجين. وعندنا احنا عايشين في قريه. كل البلد تجرب شجره صغيره على هذا على الموتور هذا الكهرباء ازمه بكون بحط ازمه وبحط الكمامه على الهواء حب لما تقطع الكهرباء بس الموتور تقطع الكهرباء كيف بده يسوي؟ ابنه شارى موتور بزياده 200 شيكل عن حقه عشان بالتقصير ما حوش مساري عشان يدبر الزيت عشان يدبر عشان عشان يدبر ابوه عشان يطلع خطيه ابوه وما صدق جنون يخبز الزيت لا صح وفي كمان واحد مره كمان نفس القصه لو في عندنا مثلا عندنا ناس عندنا في رحمه لو في عندنا الدول العربيه رحمه ولا جابوا لنا خط من مصر احنا كلنا قديش بتاع غزه قريه في مصر شارع جابوا لنا بدل ما يودوا الاسرائيل الغاز ودوا لهم هذا جابوا لنا احنا يا عم خط كهرباء مدوا لنا اياه طيب هذا مدوا لنا خط كهرباء بعدين ناخذ فلوس ياخذ حقه الحج هذا موضوع برجع للسياسيين احنا مش ناس سياسيين احنا ناس عقدنا احنا بدنا نعيش يا عمي هذا مش سياسه احنا بدنا نعيش احنا لا هو برجع برضه مسيس هو كله مسيس كله في السياسه ما احنا ناس بدنا نعيش ويفكوا بدناش سياسي يعني فكوا عنا في سياستهم بس المهم ماشي يدبرونا نعيش وحياتنا تمشي والله يا شيخ لا يمشيها العاطل والله لا يمشيها العاطل هذا مطلوب ايش بدنا نخش في السياسه المصريه والسياسه بدنا لا لا مش عمليه عمليه مثلا تعال كل شيء باع بجر احنا اليوم عندنا كله بيدفع فلوس اغلب عندنا بيدفعوا قال اقول لك بيدفعوا كذا مبلغ رهيب لو انت بس معلش انت نسيتنا في الخبزات وقعدت هلا بدي خربني بس حمص خلينا ناكل الزعتر عشان اوفر الخبزات انا بدنا هيك عشان اوفر الخبزات اذا هيك انا مسامحك الصين شاركت معنا في الهذا في الكهرباء محطة كهرباء من عندنا الحمد لله محطة كهرباء عندنا غزوية ومحطة إسرائيلية ومحطة صينية الصين شاركت موتير الموتير الصغير من الشرع كله صيني تشتري موتور صغيرة بكيلو انا بفكر في المحطات لا المحطات موتير الكهرباء الصغار انت بتحكي لي علينا يا عملنا محطة والله انا صابر على الكهرباء وصابر كمان حاجات كثير ثانية بس عارف حلو قطعة الكهرباء ايش؟ انها بتجمع الحبايب هيك بتجمع الجيران كله قرفان وطالع بتجمع بالظبط كله قرفان وطالع من داره وزهقان من قطعة الكهرباء بتلاقي هيك الجيران والحبايب كلها تجمعت وهذه هي بس هذه هي اللحظة الحلوة بس بقطعة الكهرباء During the July 2014 Israeli offensive on Gaza, the only power station in the territory was bombed and seriously damaged. This further undermined Gaza's fragile infrastructure, with its routine power cuts already causing serious hardship for Palestinians living there, as this film, made in 2012, describes. اللي أنا لمسته أو لاحظته إنه فعلاً إنه المواطنين ما بيشعروا إنه اليوم انقطاع الكهرباء 8 ساعات صباحي بكرة 8 ساعات مسائي بعده فيش انقطاع هيك الجدول يعني عرفوه أو متعارف عليه فجأة بيجي عندنا منخفض جوي المنخفض الجوي بالدرجة الحرارة بتنزل المواطنين كلياتهم بروحوا بيشغلوا الدفايات لأنه بيوتنا باردة لأنه مش يعني بيوتنا أساساً عبارة عن ما فيش فيه عوازل عشان تحتفظ بدرجة الحرارة وبالتالي لازم البيت تعمله تدفئة تشغيل الدفايات تسحب كهرباء كتير عالية وبالتالي إذا كانت الكهرباء العجز بيكون 30 ممكن يوصل 35 و40 أو المواطنين زادوا في استهلاك الكهرباء مصادرنا ثابتة وين بروح العجز بزيد وبالتالي ساعات القطع بدها تزيد وبصير الجدول بخش في جدول آخر يعني قصة عن جد قصة حويصة بعدين أنت تقطع الكهرباء عندك بيجيبوا لك المي طب يا عمي بدي ارفع ميه كيف بدون كهرب بتقطع الميه طب دور على الميه وقصتنا قصه زي هيك بنشتغل هبلونا في القصه تبعكم شويه مي
شغل يا مختار. يا محمد هو كتير معك بنزين الموتور هذا وانت بتشغل طول النهار؟ والله بس بدي اعزز 3-4 لتر باخذ حوالي 4 لتر في النهار، يعني تكلفه ثانيه اعلى من يعني تكلفه غير تكلفه الكهرباء. اه والله شيء جديد. تكلفه عاليه. اه جديد. أنا عماد حجازي من رفح، ببيع مية إلى 5 سنين، يعني بيع مية، يعني كل عيشنا يعني من وراء هذه الشغلة. دائما قاطع الكهرباء غير كله على المواتير. هذا احنا غير معنا في السيارة يعني مطور بندخ للناس عليه مي وهذا. عندنا المية في رفح مالحة وملوثة جدا، يعني كلهم يعني معتمدين على المية يعني هذه اللي بيشتروها اشتراي. المية اللي بتبعت البلدية ملوثة، يعني مش صالحة للشرب، يعني كل الناس عايشة على المية المفلترة. ثبت أن على الأقل 5% فقط بأقصى حد 5% فقط من مياه قطاع غزة تعتبر صالحة للشرب. لا يوجد مصدر طاقة حاليا لتزويد السكان بمياه المالحة أو قل الملوثة، فما بالك لو تحدثنا عن مشاريع حيوية ضخمة كبيرة مثل تحليل مياه البحر التي في حاجة إلى مصدر طاقة يتجاوز 55 إلى 55 ميجاوات، في حين حاليا هناك عجز في قطاع غزة حوالي 80 ميجاوات لتزويد سكان احتجاز سكان قطاع غزة الحالية، وعلى رأسهم أكبر مستهلك للكهرباء وهو قطاع المياه. أي مشروع سيتم بناؤه هو يحتاج إلى كهرباء. لو تكلمنا على مشروع تحلية مياه البحر هو في حاجة إلى حوالي 80 ميجا. لو تكلمنا على مشاريع المستشفيات عندنا حوالي 10 ميجا محتاجين لمشروع المستشفيات، في 12 ميجا تقريبا محتاجينها لمحطة الصرف الصحي. أي مشروع يراد إقامته يحتاج إلى كهرباء، وبدون كهرباء أصبح المشروع وكأنه بناء هلامي، يعني لا يمكن تشغيله بدون كهرباء. ومحطات ولو أوجدنا له مولدات، المولد يعمل لساعات فقط، لا يستطيع العمل على مدار الساعة. هناك مشكلة أخرى، مشكلة الصرف الصحي، وهي الأكثر خطورة ربما على صحة الإنسان والبيئة في قطاع غزة، باعتبار أنه كان لا يوجد لدينا نظام صرف صحي متكامل نعتمد عليه لتجميع ومعالجة وإعادة استخدام هذه المياه كمصدر حيوي متجدد لتعزيز الخزان الجوفي. هذا أدى إلى ارتفاع نسبة النترات كسبب لعدم تمكننا من عمل كل هذه الدائرة في مياه الصرف الصحي. مصلحة مياه الساحل الأخ المهندس منذر شبلاق طلب منا 12 ميجا لتشغيل محطة المعالجة الصرف الصحي في المنطقة الشمالية، لم نستطيع توفير له 12 ميجا، فقط وضعنا نص ميجا لتنفيذ المشروع، لكن لتشغيله محتاج 12 ميجا. طلب أيضا لتحلية مياه في منطقة جحر الديك 3 ميجا،
من أين نجد له 3 ميجا لهذا المشروع؟ فأصبح المشروع متوقف أو شبه متوقف لأنه يحتاج فعليا إلى طاقة كهربائية تكون متاحة، وبالتالي يجب الإسراع في حل الأزمة، وليس المطلوب هو إدارة الأزمة أو التعايش مع هذه الأزمة. يا رب. إيه قطعت الكهرباء، لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. يا صلاح حبيبي، يا ماما قطعت الكهرباء، انزل شغل الأمان، شغل موتور الكهرباء بسرعة. تعالي يا ماما، أختك بتعيط يا صلاح عشان الكهرباء عتنا. روح امسك أختك يا ماما، امسك أختك يا صلاح. صلاح صلاح صلاح، تعالي يا ماما، زعقي من أي واحد شغل موتور الكهرباء. يلا يا ماما، نزل الأمان، نزل الأمان. صلاح طفيت الثلاجات، طفيت كل الأطمر والدنيا كله. تعالي يا ماما، أختك بتعيط من العتنة، هاتيها. تعالي يا ماما، تعالي 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 يا ماما، تعالي. لا يا ماما، لا حبيبتي، لا لا. مش مزبوط يا ماما تشغيله، ليش هيك الكهرباء؟ بابا كهرباء؟ يا صلاح صلاح يا صلاح، ليش طفى الموتور يا صلاح؟ أجل أجهت الكهرباء، أجهت. هاي مطار صيني، اسمع كيف سوقه زي الجرافة. اليوم البلد صارت كلها زي الورشة، اللي مشغل مطار وهذا بقول وين وهذا بوين وهذا بزن وهذا واللي بتقاتل مع جيرانه عشان المولد، واللي مولده بخرب في نص الليل وبجيب الميكانيكي بصحي من داره عشان يضوي الاولاده، واللي حاله ما يعلم فيها الله. الله، طب والله جبت مولدين كيلو كلهم خربوا، بقعد شهر شهرين وبخرب. طب والله مره لازمني كهرباء، الكهرباء قطع الساعه 12 بالليل، رحت اشتريت مولد كيلو. محلات تعاون المواتير للتصليح اكثر من تعاون لحمه صار من كتبه. لوين وصلته؟ يلا قعد لي وقعد لي ام على القاعده تبعته. يلا هات لي اول شيء برداخه، هات لي برداخه، هات لي برداخه. يلا يلا ارفع البربيش، اسحب البربيش، اسحبه من تحت، اسحب لي اياه ورا، اسحب كمان كمان بس. ايوه هات لي البراغي يابا، يلا هات الطاوله هذيك، هات الطاوله هذيك. يلا اليوم عندك اليوم تقريبا 1800 مصلح في قطاع غزه، لانه كانوا زمان كل هيئتنا مع بعض يمكن 15 ل10 مصلحين. اليوم في عندك 1800 مصلح بس كلمه كهرباء. ليش؟ مشاكل الكهرباء كثيره، مولداتنا كثرت، صاروا يجيبوا لنا زبائن المولدات من العالم. هات لي 17 يابا، شق 13. المولدات هذه في عندها خرابات وفي عندها عطلات كثيره، بده يصلح الموتور بده يحط له 300 شيكل او 200 شيكل، بده يصلح المولد بده يحط له 200 300 شيكل، فكل هذه مصاريف مش لازمه، وهذه المصاريف حرام على الناس، يعني هذا استهلاك شيء بخوف. قصة البلزيم يوميا بده أقل إشي بده 10 لتر بلزيم، كل 4-5 أيام بده 3 لتر زيت أو 2 لتر زيت،
فهذه مشكلة كبيرة. وبالنسبة للمولدات هذه مش تبعت 50 ساعة و10 ساعات و4 ساعات و3 ساعات، هذا بس استخدام المولد أكثر من ساعتين في بلاده بيشتغلش. لكن عندنا المولد لما نشغله إحنا أقل إشي بنشغله 8 ساعات ل9 ساعات، أمرار 12 ساعة. ممكن تضرب الثلاجات، ممكن تضرب اللاسيبر، ممكن تضرب تعمل شبكة الكهرباء في البيت كلها تولعها من غلطة، ممكن غلطة صغيرة تولع كل البيت. اللمض ممكن يفقعوا في البيت. يعني هذه مشكلة تانية، هذا بنعاني فيها، الناس بتعاني منها. اللي جابرهم فيش كهرباء، قلة الكهرباء، ضعف في شبكات الكهرباء اللي عندنا الموجودة. عشان انت مولد لما تقطع؟ لا والله عين شرنا نولعوا بالمولد. ولعوا انحرقت دارها؟ كيف انحرقت دارها؟ والله ماسكه الشعر وقاعده بتولع في المطور وهب فيه. هب فيه وهي بتولع في المطور؟ انحرقت شعوها. كيف انحرقت الدار؟ كيف انحرقت؟ ولعت الدار. كيف ولع؟ ايش عملت المرة؟ الشمعة قطت في تبعت المطبخ قاعده بتولع لها وفقع فيها. كان عندي 3 أولاد، هدول الأولاد خضر 5 سنين بدي يخش المدرسة جديد، جايبة له شنطة وأواعي وكل حاجة مخشش المدرسة، وعبيدة ومنى كانت تخش الروضة. أولادي هدول 3 توفوا من مطور الكهرباء، واثنين كان عندي في العناية المركزة. شاهد والمحمد، هذه شاهد كانت في العناية المركزة، كانت دكاترة قالوا عينها ميتة خالص، يعني معجزة من عند الله إنها عاشت. ومحمد كان في العناية المركزة والحمد لله الله أحيا ليهم من تاني. كنت أتمنى إني أربيهم وأعلمهم أحلى تعليم وأربيهم أحلى ترباية، مش قادر يعني المأساة اللي أنا عايشاها صعبة جدا، فيش أي إنسان يقدر يتحمل المأساة اللي أنا عايشاها هذه. بالنسبة للحادثة اللي صارت مع زوجي، يعني في هذاك اليوم كان ما فيش كهرباء، احنا طبعا المية اجت فكنا مضطرين ان نرفع مية. فطبعا هو اول ما شبك الفيشة تبعت الماتور في حنفية جنب الماتور المية، دفعت المية فرشقت عليه وعلى فيشة الكهرباء، فساعتها صار ماس كهربائي وتكهرب وتوفى الله يرحمه. طبعا لو كانت كهرباء عادية اللي موجودة ما كانش حيضطر انه هو يفصل فيش او يشبك فيش، مجرد انها ضغط الزر حيشغل موتور المية وحترفع المية مباشرة. فيعني الحمد لله رب العالمين. بس نرجع بنقول انه يعني كل انسان عليه جزء من المسؤولية، الناس المسؤولين في شركة الكهرباء او في غير شركة الكهرباء، الحصار الموجود علينا، عدم وجود يعني ربما بعض الاحيان بقولوا انه ما فيش يعني وقود كافي بعض الأحيان، ما بعرف. بس كل إنسان أكيد من المسؤولين بيتحمل جزء من المسؤولية اللي صار لنا واللي صار لعوائل كتيرة تانية. يعني
نرجع بنقول الحمد لله رب العالمين. الوضع في غزة لا يطاق، وأنا بقول إذا تم على هذا السال يهدد بكارثة إنسانية فعلا حقيقية. يجب على الجميع أنه ينتبه لهذه المشكلة، مشكلة اليوم متأقلمين عليها أو نتكيف عليها أو نتعايش معها، بعد سنة أو سنتين لا نستطيع أن نتكيف، لا شركة التوزيع ولا الطواقم الفنية ولا حتى المواطن، والتطوير بالكامل حيتوقف. إذا بتتكلم عن حل مشكلة بتكلم عن حل استراتيجي، وأن تربط غزة بمنظومة الربط الثماني الإقليمي. المشروع ده طبعا يعني المخططات موجودة، وإن شاء الله نأمل أن يتم تنفيذه قريب يعني لمصلحة غزة والمصلحة المصرية. احنا يعني بالنسبة بس احنا بنوصل الكهرباء دلوقتي للأردن والسوريا ولبنان، وحاليا دلوقتي في مشروع ربط مع يعني هنتم توصيل أيضا للعراق. وطبعا احنا كقطاع كهرباء في مصر طبعا لا يألو جهدا لمساعدة اي دولة عربية شقيقة، يعني طالما في حدود الاتفاقيات المسموح بها، وطبعا خارج وقت الذروة في مصر احنا نسمح طبعا بتوصيل هذه الكهرباء. اذا تم ربط غزة بمنظومة الربط المصري الاقليمي، يعني تستطيع ان تتحدث عن نقطة صفرية في عالم الكهرباء. يعني غزة ك 300 ميجا الان في ظل هذا الاحتياج الحالي، أو ك 600 ميجا سنة 2030، تتحدث كنقطة صفرية، يعني لا يستحق أن تذكر في منظومة الربط. مصر تقييم استهلاكها 27 ألف ميجا، إذا تحدثنا عن 300 ميجا بتحكي عن تقريبا 1% في عالم الطاقة الكهربائية. 1% إذا ما قعدت أو قامت أو ضاعفت، يمكن مؤشرات الطاقة يعني مقاييس الطاقة لا تتحرك. يعني إحنا بالنسبة على مستوى قطاع الكهرباء، قطاع الكهرباء جاهز عندما يعني يمكن في أي لحظة نبدأ نفعل هذا يعني هذا المشروع، لأنه هو مشروع كبير يحتاج إلى يعني أول مناقصات، ولأنه بيحوي على محطة محولات، أبراج كهربائية، وبالتالي إحنا من ناحية قطاع كهرباء جاهز، بس الإخوة الفلسطينيين مجهزين، وإحنا إن شاء الله نبدأ المشروع فورا. يعني المشروع هذا الآن يعني ممول من بنك التنمية الإسلامي، ورصيده موجود في البنك، والمخططات جاهزة، وقطعة الأرض في غزة جاهزة، ولكن الأمر يعني غير مرتبط بأمر فني، وإنما هو بأمر سياسي ما زال حتى هذه اللحظة موقوف. حتى يعني استأذننا الإخوة في مصر أن نتم يعني إنشاء البنية التحتية في غزة اختصارا للوقت، فلم يكن هذا الأمر متاح. التباطؤ في إمداد غزة بالكهرباء أو بالغاز أو المساعدة الفعلية في تزويد محطة كهرباء غزة بالوقود اللازم لتفعيلها، أعتقد أنه كل هذه قرارات سياسية وليست قرارات فنية. من الزاوية الفنية هناك اتفاقات عديدة، منها اتفاقية يعني الربط الكهرباء العربي شاملة فلسطين وإلى آخره. لا توجد مشكلة فنية ولا توجد حتى خسارة اقتصادية لمصر، بل هناك كسب اقتصادي لمصر، إذ أن الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية مستعدون للدفع، وهم يدفعون للإسرائيليين بالفعل. يعني إذن الأمر يتعلق بالقرار السياسي. هذه بلد تحرم من الكهرباء فقط لأنه في أمر سياسي، وتحرم من الإسمنت لأنه في أمر سياسي، وتحرم من الإعمار لأنه في أمر سياسي، وبكرة يعني الأطفال يموتون لأنه أمر سياسي، ويقطع الإنترنت لأنه أمر سياسي. إذن هي الحياة كلها مقطوعة لأنه هناك أمر سياسي. هذه المشكلة تصنع مفارقة، يعني تثير السخرية، إذ أن مصر تساهم في تزويد إسرائيل بالغاز بينما تمتنع عن تزويد الفلسطينيين بالغاز أو بالكهرباء. يعني ما زالت الكهرباء الإسرائيلية مادة عقاب، وما زالت مقننة، وما زالت مادة انتقام، وهي يعني هي يعني صوت في يد إسرائيل تلتقم به متى شاءت من غزة. This film and these interviews was shot before the changes of government in Egypt following the revolution in 2011 and before the July 2014 Israeli offensive on Gaza. So these plans for Gaza's electricity grid to be connected to Egypt's remain on the drawing board and may never be realized. What's more, with their one power station now out of action, whatever future awaits the people of Gaza, it's likely to be played out in continued
enforced darkness.